بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما زلنا أيها الأحباب مع الحكم أو مع كتاب الرسائل لابن عطاء الله. جينا كنتكلم على الرسالة، هذه الرسالة التي كتبها ابن عطاء الله رحمه الله، وسمى هذه الرسالة رسالة بالسلوك إلى حضرة ملك الملوك. وصلنا لهذا الكلام في هذه الرسالة، يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: فالعاقل من كان بما هو أطاع أفرح منه بما هو إلا. العاقل من كان بما هو أطاع أفرح منه بما هو إلا. طبعا احنا قلنا بأن العقل من علامة العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. الأول عقل، لما كنت العقل عنده الصفات لما رحمه الله، أما الإنسان بعيد عن الدنيا ما ديرهاش، هي المقر مستقر وهي الغاية أنه عن الدنيا فقط. وكذلك العاقل من ينوب إلى دار الخلود، يعني من يريد أن يرجع إلى دار الخلود هي أخذ الجنة، والتزود لسكن القبور. لما يدخل القبر دائما يتزود من دنيا أهل قبره، لما يدخل القبر يجد ما يتزود به، ويتأهب ليوم النشور لما يقول الناس بين يدي الله وجد رسول ذاك اليوم العظيم، لذاك اليوم اللي يجعل الولدان شيبا، الدراري الصغار كيشيبوا من كثرة لهم، هو كيتزود هذا النهار. فالعاقل هو الذي يميز دائما بين الحق والباطل دائما، والنافع والضار والحسن والقبيح كل ما يفهم. لذلك قال الإمام ابن عطاء الله: العاقل من كان بما هو أبقى. من الحاجة اللي كتبقى كيفرح بها، ولا يفرح بما هو يفنى. لا، الحاجة اللي كتفنى ما يفرحش بها. شنو اللي كيفنى؟ ها؟ كل شيء اللي عندك في الدنيا هذه كيف عندك الدار ديالك واحد النهار تنتهي، عندك الكونت ديالك واحد النهار يحبس، عندك السياره ديالك واحد النهار تمشي لكاس، عندك الزوجه ديالك واحد النهار تموت، انت بذاتك تموت، اولادك يموتون، يعني كل ما تملكه هو يفنى. فهنا يقول ابن عطاء الله: العاقل شكون هو؟ هو اللي يعني الشيء اللي يبقى كيفرح به، والشيء اللي كيفنى ما يديهاش به. وشنو اللي كيبقى؟ العمل الصالح. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير املا. العمل بقية الصالحات لا اله الا الله، الصلاة تبقى، العمل الخيري يبقى، الكلمة الطيبة تبقى، هذا العمل كله يبقى، العمل اللي هو يقربك الى الله يبقى. أما كل شيء أحبابي الكرام فيما هو في هذه الدنيا فهو يفنى. عندك منصب، حاكم ولا ملك ولا رئيس ولا قاضي ولا يعني رئيس محكمة ولا ضابط ولا كل هذه المراتب وهذه الأوسمة ستفنى. احنا اليوم بمجرد أن الناس يفرحون بما هو يفنى ولا يفرحون بما هو يبقى. قال كنت ندوزها غير هنا، تاع غير هنا، هي شكون يجيب الخبر؟ هنا ابن عطاء الله يقول: العاقل شكون هو العاقل؟ من كان بما هو ابقى افرح. قال الحاجه اللي كتبقى كيفرح بها. دار صدقه، قال سبحان الله، هذه الكلمه سبحان الله قالها من قلبه مخلصا عرض انها ستبقى وتكتب في سجله، يفرح بها. ولا يفرح ايها الاحباب بما هو يفنى. لذلك احنا تكلمنا على كثير من العلماء رحمهم الله
وهينا الحوال ديالو ديال بهلول حكينا القصه ديالو انا كيف راه مالك بن دينار رحمه الله مدى المغامره في هذا الانسان جدوب يعني بوهري في الدرجه ديالنا وقال في سنه المغامرات وسالها يعني قالت لما تقرا وحده كي تكلم احنا كاين قصه يعني وجد هذا الانسان بانه ماشي بوهري وانما انسان عاقل لان الانسان عنده العقل كامل جدا انظر الى الدنيا بواحد منظار ديال الميكروسكوب ينظر اليها ولكن ماشي بحال المنظار ديال الاخرين ينظر اليها بانها كانها بعيده عنده عنه لا تؤثر فيه وخا هو ساكن في السطح والكلام كثير تكلمنا على هذه الحكمه ثم يعني في الحكمه التاليه لان احنا شرحنا هذه الحكمه هذه او هذا الكلام ديال ابن عطاء الله يعني غادي ننتقل لحكمه اخرى ما تذكر ثم من فرح بالباقي واعرض عن الفارق أنا إذا كان الإنسان فرح بالشيء اللي هو باقي وعار عن الشيء اللي هو فاني تشرف عليه الأنوار هذا الإنسان هذا كيصبح نوراني تشرف عليه الأنوار الإلهية وتلوح له الأسرار كما قال ابن عطاء الله قد أشرق نوره وظهرت تباشيره تجد الإنسان أنه يفرح بالشيء اللي يبقى وما يفرح بالشيء اللي يفنى فهذا الانسان انوار جاءته يفتح الله عز وجل عليه وحب البشائر وحب الخيرات وحب الاسرار من الله عز وجل علاش هذا الشيء اشراق الانوار لحلاوه الزهد في الدنيا والاقبال على المولى لان حب الدنيا ظلمه لما تحب الدنيا كثير يكون في على قلبك ظلما ماشي نور ظلما فإذا خرج من القلب دخله النور وهو حلاوة الزهد هذه الظلمة عندما تخرج يدخل الزهد وراحة القناعة وبرد الرضا ونسيم التسليم وظهر تباشيره أي مبشرات تبشره بالإقبال على الله عز وجل وروح الوصال وجنة المعارف والجمال. فحين أشرق نوره وظهر تباشيره أعرض عن الدنيا بالكلية. شوف معنى التسلسل الذي يمشي به ابن عطاء الله يعني لما الإنسان تجده يفرح بالشيء اللي يبقى والشيء اللي يفنى ما يهموش سواء كان ذهب ولا فضة ولا مال ولا قصور ولا حكم ولا منصب ولا كرسي ولا اي شيء ولا قرايد ولا اي شيء لا يفرح بها تماما لانها لا تدوم يوم من الايام ذاك الانسان العظيم اللي كانت عنده كان عنده كيجيبوا المسجد يصلوا عليه الصلاه على الرجل او الصلاه على المراه ولا بعض الحين الصلاه على الجنازه حتى الاسم ديالو حتى الاسم ديالو ما بقاش يقدروا يقولوا الناس فلان العظيم كذا صلاته على الجنازة وهي جنازة رجل أو جنازة امرأة خلاص كلها ولا الألقاب والأسماء هذه كلها فنات يعني تفنى هذه الأشياء كلها فنات تفنى ما بقاش إنما يبقى ما هو عن اللي ما يفناش اللي هو العمل الصالح إذا مات ابن آدم انقطع عمله دام الثلاث صدقة جارية أو ولد صالح أو لا أو علم ينتفع إذا مات الميت يمشي معه ثلاثة أهله وماله وعمله أهله وماله وعمله لما ندخلوا القبر ندروا عليه التراب والحجر كيرجع المال شو يقسموا الناس خويا كل واحد بدا كيشوف بمجرد قالوا فلان مات دول الناس كيديروا الحسابات ناس فلان اذا شحال عندي ها واحد يقول تولد واحد الربع وداك يقسموا فيك وانت موجود يقسموا فيك وانت موجود قال انا عندي فيه التولد الاخر عندي الربع عندي الخمس ها وحتى لو ترجع يقول ودي من الحسن خليه ها خلي جاني التولد هذا وترجع مازال يحيد ياكل سبحان الله حتى الناس ما يفرحوش لما ترجع من اهلك
من عائلتك من أسرتك بمجرد التليفون فان مان شحال كنت حبس كل شيء حتى واحد ما تصرف لأن كل واحد زوحكي كيقلب على النصيب ديالو في ذلك الشيء الذي تركه هذا الإنسان الشيء الفاني الشيء الفاني لا لا أحب الكلام هذا هو معنى كلام اللي يتكلم عليه ابن عطاء الله على هذا الكتاب هذا احنا اليوم نشتهي ونحب الشيء اللي هو فاني ولكن نترك الشيء اللي هو باقي ودائما القرآن الكريم عندما تقرأ القرآن الكريم تجد هذه الصور يعني يقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث هذا كله هو فاني يقول ولكن زين لنا كلنا نحب هذا الشيء ولكن جاء القرآن الكريم لما شرح وقال بأن زين للناس إلى آخره قال ذلك هذا متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ليه العمر ده قصير والله ما يهده حسن المآب مش نوع حسن المآب يقول الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم أنبئكم أخبركم بخير من هذا الذي قيل قبل النساء الشهوات البنين القناطير المقنطرة الذهب والفضة أنبئكم بخير من ذلكم شنو هذا يا رب قال للذين اتقوا الناس اللي اتقوا في الدنيا خاف الله عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد شوف عندما تقارن هذا الشيء اللي أثار الله عز وجل مع الشيء اللي نحبه احنا الفاني الشيء الباقي مع الشيء الفاني كان فرق كبير كان فرق كبير فلذلك أيها الأحباب صلوا على رسول الله فإذا فصرف عن هذه الدار مغضبا وأعرض عنها مليا يعني لما أصبح الإنسان هذا يحب يعني الباقي ويعرض عن الفاني أشرقت عليه الأنوار الإصرار أصبح يعيش في النور لما يعيش فيه من الآخرين هو بشر لكن عنده نور خاص كان فرق بين فلان وفلان هذا يفرح بما هو يلقى وهذا يفرح بما هو يفنى ما تجيب جوج ناس واحد كي يفرح بالفاني واحد بالباقي باش كاين فرق ولا ما كاينش كاين فرق شاسع في كل شيء حتى في الأذواق حتى في العبادات حتى في الطاعات حتى في المعاملات حتى في الزهد حتى في يعني في الذوق الحلاوه ديال العباده هذا يسوي وهذا يسوي لكن شتان ما بين الصلاه ديال الانسان والصلاه ديال الانسان هذا الانسان يصلي لكنه عينه على الباقي هذا يصلي لكن دائما عينه على الفاني لكن فرق كبير جدا في كل شيء حتى في العلماء الذين ظهروا ايها الاحباب في تاريخ الامه عندهم علوم هذا دكتور وشيخ وكذا وهذا ولكن عندما تقارن هذا بهذا كان فرق كبير هذا عنده يفرح بالباقي وهذا يفرح بفاني المناصب الكراسي فقط هو يبغي عنده منصب السلطة يا أخي أفرح لكن هذا لا يكون حتى كانوا يخافون أن يدخلوا على السلطان وقالوا العلماء من رأيتموه يدخل على السلاطين فيجب أن تشعروا أن تحذروا منه من علمه لأن هذا هو الفرق الحلو هذا الذي يفرح بالباقي كلامه الحلو يصل إلى القلوب يمثل في الناس أنا أسكن عنده وحدة وخالد يسكن في الجبل وخف زاوية بعيدة عن الناس ما فيش تلفازات ولا إعلام الله جعل البركة في كلامه وجعل البركة في كتبه والناس يذكرونه إلى يومنا هذا وهو كان يعيش في رأس جبل شبح ما هو الفرق بين هذا الإنسان اللي هو الدم إعلام والدم والدم وبين هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل البركة في هذا الإنسان وصارت يعني أسماءه تنتقل من جيل إلى جيل ومن بلد إلى بلد والناس يترحمون عليه وهذا الإنسان ربما عاش في حضارة في كل أنك بمجرد مات قطع علمه وانقطع اسمه
وانقطعت بركته ولم يبقى منه، لأنك الفرق هذا يفرح بالباقي وهذا يفرح بالفاني، هذا هو الفرق. فعندما تجدون هذا الفرق بين الناس، ولذلك يعني ابن عطاء الله رحمه الله قال هذا الإنسان موصل هذه الدرجة أشرقت عليه الأنوار الصلاة صرف عن هذه الدار مغضبا، لما أصبح كي يعيش واحد النور أصبح مغضب من هذه الدار وأعرض عنها موليا أعطاها بالطهر، هي تأتي وهو يقول لها. طبعا الصدوف هو الإعراض والتولي، فأعرض عنها، فأعرض هذا السائر إلى الله عن الدنيا بحذافيرها بحذافيرها مغمضا بصره وبصيرته، بصر وبصيرة، بصيرة بصر بصيرة وقتل بصر البصر والعين مغمض العين ديره على هذا الشيء، حتى لو كان يعيش في الدنيا وخاطي يدير ويشتري مصرات يدير حكم، لكن بعض الناس اللي يوصلوا لهذه القمه هذه كيحصل فلوس خدام في العاش بفلوس، لكن كاين فرق انه يديرها في ذوق القلب ديالو والعين ديالو والبصيره هذه سبحان الله. وكاين بعض الناس اللي هو ما عنده شيء وغارق في الدنيا، ما فلوس ما كنبصوش ليه يدوكا، هو غارق مسكين كيحلم غير في سعير كذا ما فيش حتى الصلاه ما يصليهاش. فلذلك هذا الإنسان الذي هو مغمض عينيه عن عين البصيرة عن البصر لا ينظر إلى سحرة هذه الدنيا وبهجتها أبدا، لأنه يتمثل قول الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك عندك سبع عينك يا محمد إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأطف. شوف طبعا عندك يا محمد سبع عينك، شوف الناس فين عايشين وعندهم الأزواج إلى آخره، وربما تمشي مع الطريق لا هذا لنفتنهم، قال الله عز وجل لنفتنهم، فعندما يفتح الله عليك بابا من الدنيا فتح عليك بابا من الفتنة لينظرك هل أنت تبقى في صبغتك؟ هل أنت أيها الإنسان المسلم تبقى إنسانا متواضعا تحافظ على صلاتك تؤدي زكاتك تحترم الآخرين تعيش تتمنى أنت تحيا مسكين وتموت مسكين وتحشر في زمرة المساكين، ولا غادي تصبح إنسان خلق لا تجيك قاش الناس كيف تكلم لو تكلمني أخي خصك رنديف كيفاش أنت يجي عندك فقط كل حاجة عنده من نفسه واحد ولا مضبوط ولا بحال روبو مضبوط بالحياة ديالو ما بقاش أبدا عنده وقت للآخرين. فعندما يفتح الله عليك بابا من الدنيا فقد فتح لك باب احذر راسك، عندك تقول بانني احسن من الاخر وانا راني اقفز من الاخر، لا فتح الله عليك بابا ليفتنك في هذه الحياه فرد الباب لك. والدليل قول الله لسيدنا محمد فلا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه، والايه عندها سبب النزول لا يسعنا أن نتكلم فيه، ولكن يقول الله ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أي أصناف من الكفار زهرة الحياة الدنيا اللي نفتناهم فيه، وأعرض عن هذا قلب وقلب قلب قلب يدت قلب يعني سبب القلب كون القلب والقلب. فلذلك إمام الشاطبي رحمه الله
قال إن الإعراض عن الدنيا إنما هو بالقلب. الإعراض بالدنيا لا يكون إلا بالقلب. قد يشتغل الإنسان ويبيع ويشتري لكن لا يكون قلبه هو. هذا هو الغاية. قال ذلك معبر عن هذا الشيء. ومتى كان القلب معلقا بها بالدنيا لم ينفع الزوال. حتى لو نقول الدنيا بدها تخلص راسي فتصبح مشغول. لم ينفع الزواج من اليد. ممكن تزول من اليد. بل المطلوب زوالها من القلب. سواء كانت في اليد او لم تكن. بالدليل قول الله. عندما نتكلم احنا نتكلم القران. قول الله عز وجل لمن اعطاه ملك الارض بحذافيرها. اعطاه ملك للارض بحذافيرها. جمع الدنيا كلها اصبحت تحت يديه. ماذا قال الله له؟ وسيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام كان ملكا كان نبيا. قال الله عز وجل هذا عطاؤنا فامنن هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. وقال فيه ايضا نعم العبد انه اواب. نعم العبد ان سليمان إنه أول رجاع يرجع إلى الله. حتى لو كان عنده الملك الدنيا كلها أو الريح والجن وكلهم يتحكموا فيهم سليمان عليه الصلاة والسلام. يأمر الريح فترفع مجموعة من الناس توصلوا إلى قارة أخرى بأمر الله. بعد ذلك الله مدحه في القرآن وقال نعم العبد إنه أواب لأنه لم يجعل الدنيا في قلبه إنما جعلها في يده. لا لا وقال الله تعالى ايضا يعني في بعكس ديال هذه الايه هذه في نبي اخر نزع الله عز وجل منه الدنيا ما عندوش فقير بور مسكين ما عندوش. ماذا قال الله له؟ ماذا قال الله فيه ايوب؟ سيدنا ايوب يعني وصل بالحق اصبح فقير مش ما يكون حتى عن القصه ديالو معروفه وعليه ما عندوش حتى الزوجة ديالو هي اللي كانت تعينه. قال مدحه الله عز وجل بعدما سلب منه الدنيا كلها واصبح فقيرا لا يملك شيء. ماذا قال الله فيه؟ لا فيه انا وجدناه شنو؟ صابرا. وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. شوف القران مدح الله فيه سليمان الذي كان ملكا الدنيا كلها تحت يديه ولم تدخل الدنيا الى قلبه بل في يديه. ومدح الله ايوب عليه الصلاه والسلام الذي ابتلاه الله عز وجل ونزع منه المال واصبح فقير. ومدحه وقال انا وجدناه صابرا عند الابتلاء وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. لكن ايها الاحباب من علامه حب الاخره ترك الدنيا ترك الدنيا وعلامة تركها أن لا يفرح بالموجود منها. لا يفرحش بالموجود الشيء اللي عندك. ما الحساب والسيارات إلى آخره، كل هذا الشيء اللي عندك لا تفرح منه. ولا يتأسف الإنسان على ما فاته منها. الشيء اللي فاته من الدنيا ما تأسفش عليه. ويقول ودي في العقل وفي الخوزية وفي كذا وكنت نقول راه احنا عندنا ما تأسفش على الشيء اللي فاتك لأن ربما ذلك الشيء الذي تتأسف عليه لو وصلت إليه لشغلك عن الدنيا كل عن الله وعن الآخرة وعن كل شيء. وإحنا ضعاف نقول كون 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 ولو 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 والرسول قال إياكم ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان. إياكم ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولا يمكن ذلك أيها الأحباب إلا بترك الانتصار عن النفس ومخالفتها. سئل بعض العلماء منهم عبد القادر الجيلاني رحمه الله. هذا الجيلاني أو الكيلاني هذا كان من العلماء طبعا عنده كتب وفي العراق ذاته كان ربانيا. سئل رضي الله عنه عن الدنيا شو رأيك في الدنيا؟ قال رضي الله عنه أخرجها من قلبك
اجعلها في يديك فإنها لا تضر. عندما تخرجها من القلب ديرها في اليد ما تضرش. اشرب بشرب صار دير والقلب كيبقى فيه الله. القلب فيه الله سبحانه وتعالى ما فيش حاجة وراء. أخرجها من قلبك واجعلها في يدك دنيا فإنها لا تضر. بمعنى من قال أخرجها من قلبك يعني خصك تأكل وتشرب وتلبس وتمتع كل هذه الأشياء لكن كل يد وقت ماشي القلب لا يكون فيه إلا الله. والإسلام عنده شيء يقول واحد ما جعل الله لرجل من قلبين عنده شيء يقول في جوفه واحد قلب وهذا القلب إما أن يكون فيه حب الله ولا حب الآخرة ولا حب الدنيا واحد مش تقول أنا بشوف أنت مش محاوم هنا لا ما يمكن شيء حتى لو كنت ذلك فلا تلتد بحلاوة الإيمان ولا تلتد بالعبادة وبطاعة الله تصلي وتصوم كل شيء اسمع أنك عادي روتين روتين فقط. قال الحرمي في الدنيا قال ليس الرجل الذي يعرف كيفية تفريق الدنيا فيفرقها إنما الرجل الذي يعرف كيفية إمساكها فيمسكها. كيف الدنيا المنشدة عارف تحكم فيها مش كيف تفرقها كيف تحكم فيها لا تشغلني ولا تغمس فيها لأن الدنيا كالحية وليس الشأن في قتل الحية إنما الشأن في إمساكها حية الدنيا بحل محل فاعل والشأن لا شيء في القتل ديال الحية كيف شد الحية وهي حية شد الفاعية صعيب شد الدنيا وهي حية بيدك والشبيهة والدير وكل حاجة كل واحد دير ليه خاطر ديره وكل واحد هذا ودائما أنت في حضرة الله صعب جدا خصوصا في الوقت ديال هذا وقت ديالنا صعيب أيها الحبيب إذن فصرف عن هذه الدار مغضبا وأعرض عنها موليا فلم يتخذها وطنا لم يتخذها وطنا ولا جعلها سكنا. يقول ابن عطاء الله لم يتخذ هذه الدنيا وطنا ولم يجعلها سكنا لأن من توطن الشيء فقد قام فيه. الوطن الوطن هي الدنيا والناس يتصارعون على الوطن ويتقاتلون على الوطن خلاص هي مشكلة كبيرة جدا السائر طبعا لا مقام له إلا الله. واحد يروح طبعا إلى ديره عندما يقف من يد الله. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول في شأن الدنيا أعبروها ولا تعمروها وعبروها أنا عبرين حياة لازم ضفة إلى ضفة أخرى قطرة يعني عبروها ولا تعمروها فليست الدنيا دار إقامة ولا سكنا إنما هي قطرة من هنا إلى هنا قطرة من جهة إلى جهة. فالعارف لا يكون مع غير الله قرار مع غير الله لا يمكن يكون عنده استقرار ولا لأن همته كلها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب سافر في يوم صرف فاستظل تحت شجرة ثم راح عنها وتركها. هذا رسول الله يشوف اللي عرف الدنيا اكثر من الرسول كان يقول مالي ومال الدنيا هذه مالي والدنيا هذه بحال واحد انسان سافر في يوم صيف صيف يعني حاره كثيره جدا في الصحراء والماء اشتد به الحر ذهب وجلس تحت شجره ليستظل فعندما استراح في العرب الى اخره يعني راح عليه وتركه خلى الضياء
هتعدل عليك خلاص شغله وستجيلك الدنيا نفس المشكلة. يعني بقى لك الإنسان لك يعيش في الدنيا حالك الإنسان لك تحت شجرة. نعم غادي يجي واحد وقت اللي غادي يمشي بحالك. سواء هذاك الإنسان اللي قاعد في القصر ولا في فيلا ولا في الكرومي ولا في الخيمة ولا في النوالة ولا في الغار ولا في أي مكان واحد النهار سيخرج. سيأتيه ملك الموت ليأخذ تعال وطن ديالك ماشي وطن ديالك غير إما في الجنة وإما في النار. لذلك فليست الدنيا دار إقامتي أبدا دار إقامتي إنما هي قنطرة من هنا إلى هنا. ولكن هذا ما كيمنع شيء الحوار بمن سمعت كلام نقول خلاص إذا دار إقامة ما فيش هذه الدنيا نشتغل بها. لا احنا قلنا بأن هذا الناس الصحابة كانوا مغامسين في الدنيا كانوا تجار كبار كانوا تجار كبار يجهزون الجيش كله. واحد من الصحابه عثمان رضي الله عنه ابو بكر وعمر قال لهم الرسول شكون من؟ فجاء عمر جاء ابو بكر بماله كله وجاء عمر بنصف المال. لكن هذا المال هذا مش هو الوسيله مش هو الغايه وسيله فقط وسيله. انما كان دائما النظر الى الاخر الى الاخر. بل انهض الهمة فيها إلى الله بل انهض الهمة فيها إلى الله وصار فيها مستعينا به في القدوم عليه. معنى هذا النهوض الذي تكلم عن الإمام هو القيام والقيام كأن السائر إلى الله انهض همته وأقامه هم من هذا العالم يريد بها دخول عالم الملكوت. وإنهاض الهمة يكون بامتثال أمره والاستسلام لقهره والاستعانة به على سفره. ولذلك قال ابن عطاء بل أنهض الهمة فيها إلى الله وصار فيها في الدنيا مستعينا به سبحانه وتعالى في القدوم عليه. والقدوم على الله هو الوصول إلى معرفته وتحقيق العلم به تصل إلى معرفته. قلت هذا إشكالي مش تفصل الله تعرف الله عز وجل ولا يصح ذلك مش تعرف الله عز وجل إلا بالتبري من الحول والقوة. مش أنا مش أنا عقل قوتي وجاهي وصحتي وقفوزي ديالي إلى آخره. ومن ضمن أن اجتهاده يوصله لمرغومه فقد جهل والكلام قفوزي ديالي وصلت ومن صح اعتماده على الله وصل. ثم بين السر من عطاء الله قال فما زالت مطية عزمه لا يقر قراره. عزم ديال الانسان هذا اللي وصلنا هذه المراتب يعني المطية دياله ما يقرش قرار ديالها تماما. والمطية في لغة هي المركوب ما يركب عليه الانسان سواء كان جملا او سياره او ما الى ذلك. واستعيرت هنا للعزم والقوة أي فما زال عزمه قويا وروحه شائقة لا يقر قرارها أي لا يسكن قرارها في موطن دون سيدها. حتى لو كان الإنسان يعيش في أي مكان في مكة أي مكان ما يستقرش قرار ديالو شنو هو الله سبحانه وتعالى. أي مكان تحط الإنسان في أي مكان ما عندوش قرار أبدا في أي مكان قرار ديالو هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك خوف فوات الحق أزعجها فهي في السير على الدوام كما قال دائما سيارها. وهذا أيها الأحباب الشيء كنت تكلموا به هذا عظيم جدا. هذا لا يسمح به العارف بالله وقت الله جعله لأن هذه النفس لما أعرضت عن الدنيا غولية عنها قلت عوائقها. لما أصبح الدنيا هذه كلها معلقة بكم ما بقاش عنده مشاكل هذا الإنسان مشاكل ما بقاش تماما لأن الدنيا شبكة العوائق. حال ذلك الإنترنت شبكة الإنترنت عندها خيوط كثيرة جدا والدنيا ما يدخل لها الإنسان عنده شبكات
تخليش الإنسان أبدا يستقر. وكل من قطع عروقها عروق الدنيا من قلبه ذهبت عنه العلاقة. كل شيء مشاكل ذهبت. الشيء الله عز وجل محامي الشيء اللي فات اللي عنده المال ما يحسدوش وما يمرش الآخرين ما يكرهش الآخرين الأخير بتاعه. الناس تلقاهم ساكن مران عنده كذا وكيشوف وكيتضارب وكيتقلق وكيغضب على الآخر اللي ما عنده السيارة واحد عنده الدار واحد كذا علاش يكون عنده أنا ما عنديش. وهذا مسكين اللي يقول لنا قطع ذاك الجذور ديالها لأن الدنيا من القلب. إن شاء الله تلقاها ما عندوش أبدا. عرف أن هذا الأشياء هذه يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. الأخ يقول حفظ برجة كسكس طعام غذاء ديال القلب القلب هو كلامكم إن شاء الله أنتم الله يشفيه. آمين آمين. أنك المريض أسأل الله عز وجل أن يشفيه. آمين آمين. وبعد صلاة المغرب إن شاء الله كأن الطعام غادي يكون في الكتب شوف المسجد هنا خارج اللي ما يغدي القلب ديالو إن شاء الله. والقلب كاين مشكل إحنا دوك كنتكلموا على قضية القلوب قضية القوالب راه كاين برا إن شاء الله. فكل حاجة خصها نعطيوها الحق ديالها لازم يكون هذا النوع هذا سبحان الله. فطبعا من قطع عروق الدنيا من قلبه ذهبت عنه العلائق كالشيطان الذي هو أبوه. لأن الدنيا شكون بها زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ما في شيء تفتح الأبواب كلها الشيطان هو أبوها. أول شيء قطع هذه العروق يا الدنيا خلاص قطعت العروق بينك وبين إبليس. فلما طلق له هذا الإنسان لما قطع العروق طلق البنت ديال الشيطان ها لأنه هو أبوها الدنيا بنته وهو أبوها. فأنت عيني ما قطع العروق صارت قلت لي البنت طلقت بنته وكنس لأن قوامها الدنيا. فلما ذهبت ماتت وكان ناس لأن الدنيا جيفة والناس كلابها. فلما تركت له جيفتهم سلمت منهم فدام سيرها إلى أن وصلت إلى قصر هذه اللي انت احنا متزوجنا بها احنا نطلقينها طلاق ثلاث. طلقوا الدنيا وخافوا الفتن لانهم خافوا علاش القواب العروق قطعوها قلنا العروق ديالها مع القلب قطعات خافوا الفتن. نظروا فيها اي في الدنيا فلما علموا في الدنيا علموا انها ليست لحي الوطن. هذا الانسان شاف الدنيا هذه شحال العمر ديالها غير اللي تزاد هو في الدوار ديالو في القريه ديالو في القبيله ديالو في الاسره ديالو شحال من واحد مشى شحال من واحد زاد وشحال من واحد مات. بدا كيجمع على اليمين وعلى اليسار وجد بان ما فيش واحد ابدا من الناس كبار باقي كلهم شافوا. نظر فيها فلما علم انها ليست لحي وطنا جعلها او جعلها لجه جعل الدنيا لجه اللجة اللغة هي الموجة موجة الموجة شي واحد موجة كبيرة وهذه الموجة كبيرة إذا ما كانش الإنسان عنده واحد البطو اللي هو قوي صار مش المات تضربهم على الصخرة ولا تغرقوا خلاص. هذا لما نظر إلى الدنيا وطلقها وعرف أنها لا تدوم لحد جعلها لجة الموجة وجعلها لجة واتخذ صالح الأعمال فيها
في الدنيا سفولا، جعل سفينة وهي صالح أعمال أنه أصلح عملا. إذن فما زالت مطية عزمه لا يقر قراره. هذه المطية هذه ما فيهاش قرار، خوسك وخف الدنيا هذه، عنده السيارة وعنده كذا، قراره ما فيش وطن أبدا في الدنيا هذه، لو استقريت في أي مكان قراره. يقول ابن عطاء الله هذه المطية المركب الذي يركب عليه إلى أن ناخ إلى أن أناخت أناخت هذه المطية بحضرة القدس وبساط الأنس. تعرفوا أناخت الجمل لما تركبوك ناخ ناقته يعني باركت ناقة هذه غادية حتى وصلت واحد مكان وباركت يعني أناخ ناقته يعني أجلسها. فهذا هذه المطية التي يركب فيها فوق في هذه الدنيا ما زالت تمشي حتى أناخت في من؟ فين؟ فين أناخت؟ فين أخذت هذه المطية؟ لحضرة القدس، لحضرة الله سبحانه وتعالى وبساط القدس. فالإناخة هو النزول وحط المحمول. ولما وصلت الروح إلى مشاهدة الأحباب وفتح لها الباب أزالت ما كان عليها من الأثقال. لأن كان في الدنيا كان الإنسان تقرأ عنده هم في الدنيا. وجلست هذه الروح على بساط النزاهة والكمال وهي حضرة القدس أي التنزيه التي هي دائرة الولاية دائرة الولاية المقتضية للعبد. ولذلك لا يليق بذاته حتى عرف أنه أجل من أن يعرف وأعظم من أن يوصف فيقول هذا الإنسان لما أناخ ناقته أو مطيته أمام الحضرة القدسية. قال هذا الإنسان لا أحصي ثناء عليك، عرف الله شخصيا لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت لا أحصي. ومن هذا التقديس ينسى كل شيء من مولاه فيأنس لله عز وجل بالنسبة. وهذا هو الفرح العظيم لبساط النفس. وربما يكون هذا في الدنيا ما ماشي بموت. قد يصل بعض الناس إلى هذا الشيء اللي كان يقوله في الدنيا هو عايش معك ووصل إلى حضرة القدس، يصلي معك ووصل إلى حضرة القدس وأصبح ينظر إلى الله عز وجل ويقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك. هنا بساط القدس أنه هو محل الفرح بقرب الحبيب ومناجاة القريب، أصبح كل شيء عنده قريب، لا يغيب عن كل شيء ويتأنس في كل شيء. ولكن هذه الحضرة أيها الأحباب عظيمة جدا، يعني يجتهد الإنسان باش يوصل هذا المكان. ولذلك قال ابن عطاء الله عن أسرار الحضرة في ست، فقال في محل المفاتحة والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة. فأما المفاتحة أيها الأحباب فهي مفاتحة علم الغيوب، يفتح الله عز وجل عليه علما ما وصل إليه الأول. كثير من الناس يعني رأيناهم بأم عيني نحن شبابهم قرر هذا الجهاز وصول هذه الدرجة هذه، لكن يتكلم لك علم لما وصل إليه الأول مثل الشعر والحمد لله. يعني أصبح يتكلم في أسرار القرآن الكريم، والأسرار هذه عندما تنظر إلى جميع المفسرين من شيخ المفسرين هو الطبري حتى العهد ديالو ما تكلم عن ذلك. بماذا؟ بذكر الله عز وجل. فسئل شعراوي قيل له أنت تفسر آيات من القرآن الكريم ما استطاع كثير من العلماء الأول أن يتكلموا فيها، وكان يذكر السبحان، فقال أنا وصلت إلى هذا بذكر الله.
اتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم. وهذا العلم أيها الأحباب كاسمه العلماء العلم لدني. العلم شو العلم لدني؟ من الله. كاين العلم الاكتسابي كاين العلم لدني. العلم الاكتسابي هو الذي يجتهد فيه الإنسان ويتعلم فيه الإنسان ويصبر نفسه ويبحث في المدارس وعند الشيوخ وعند العلماء باش يعرف السند والمتن إلى آخره. لكن كاين واحد العلم اللي كيكون علم لدني من الله عز وجل. قال الله عز وجل في القرآن الكريم الخضر عليه الصلاة والسلام: وآتيناه من لدنا علما. آتيناه من لدنا علما. هذا كيسمى العلماء العلم العلم اللدني. فموسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلب العلم اللدني لماذا؟ من الخضر. قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ إذا مشيت الأستاذ علمت أي علمك الله رشدا، وهذا فتح من الله. وباش يوصل الإنسان هذا الشيء أيها الأحباب، هذا هو اللي قلنا بمجاهدة مجاهدة النفس. تمر الإنسان من هذه المراحل باش يوصل. هذا كيسميه العلماء المفاتحة المفاتحة. وكاين علم، فالمفاتحة طبعا أنت تفاتحه بطلب العطاء، تفاتح الله عز وجل بطلب العطاء، وهو يفاتحك بكشف الغطاء. أنت تطلب من الله العطاء وهو يزيل لك الغطاء حتى تصبح ترى أشياء كثيرة جدا. أنت تفاتحه سبحانه وتعالى بطلب الزيادة، وهو يفاتحك بتوالي الإفادة من درجة إلى درجة. أنت تفاتحه سبحانه وتعالى بالترقي في المقامات، وهو يفاتحك بأسرار العلو والمكاشفات. هذا واحد أسرار لنا المفاتحة. السر الثاني أيها الأحباب اسم العلماء هو المواجهة. المفاتحة والمواجهة. أما المواجهة فهي مواجهة أنوار الملكوت وأسرار الجبروت. فأنت تواجه الله عز وجل بأنوار التوجه، وهو يواجهك بأنوار المواجهة، وهو كشف الحجاب. واش غادي يكون الشيء في طاعة الله في العبادة؟ تدخل الصلاة. حتى جاء في الحديث أن الإنسان عندما يكبر فتوجه وجهك إلى الله. فأنت عندما تسمع شيء وتلتفت إلى شيء أو يعجبك شيء، يقول الله عز وجل: أنت ترى شيء أحسن منك. هذه المواجهة ما وقعتش. تواجه الله عز وجل بماذا؟ بأنوار الملكوت. الله عز وجل يواجهك بأنوار يعني المواجهة، وهي كشف الحجاب. أما المجالسة أيها الأحباب، أن إصرار علي باش يوصل الإنسان فاتحة والمواجهة والمجالسة. المجالسة هي مجالسة الأدب والهيبة. فأنت تجالسه بالأدب والحياة، وهو يجالسك بالتقريب والاجتماع. ما تكون في حضرة الله ولا بد أن يكون الإنسان عنده أدب، قراءة القرآن، ذكرا لله، تفكر في عظمة الله عز وجل، يحتاج إلى هذا. ماشي هكذا يكون أي جلوس، لا، لا بد أن يكون الجلوس خاص، لأن أنت تجلس بحضرة الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. الله يحفظنا جميعا، الله يوفقنا واياكم بما يرضى، الله يهدينا الفرج المستقر. اللهم اياك سالنا ولسانك تعرضنا، وما عندك من خير طلبنا، باقي لله في الكريم علينا، ولا تخيب فيك رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
فمنحسب لحظة أخذ من جبور وأكرمكم بطعام كسكس وكان مريض وأكرمكم الحمد لله بالطعام فهو يعني الإخوة إن شاء الله على هذا الصلاة يغيب الطعام إن شاء الله رح نحيطون الإخوة رب هي يكوش إن شاء الله خارج المسجد ندعو لهم الشفاء إن شاء الله الله يشفي الله يعافي الله يكسر الطرق رضي الله الله يتم السقر الله يجعل القرآن العظيم يقول له الشفاء اللهم رب الناس هذه في البأس يشفى الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر السقر سبحان ربك رب العزة عما يصفون Yeah.